ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنكمل ليسون 3 equations. هنفهم الاول يعني ايه كلمه equations. equations يعني ايه بقى؟ equations جاي من كلمه equal، يبقى انا عندي two sides الاثنين equal، فانا اقدر اجيب حاجه مش معروفه في النص. طيب نفهم ازاي الاول. مثلا لو انا عندي مثلا، انا اتخيل ان ده كده ميزان، لو سكيل، وعندي مثلا هنا 5 كيلو جرامز، انا حاططهم، انا عارف هما بكام. ثانية مش عارف ايه، ثواني نرسمها تاني تحت شوية. يبقى انا عندي مثلا هنا كده، ده كده مثلا سكيل، وعندي هنا 1 2 3 4 5، دي كده انا عارفها ان كلها 5 كيلو جرام. طيب الجنب الثاني عندي هنا 2 كيلو جرامز، انا عارفهم، انا حاططهم، انا عارف ان هم 2 كيلو جرامز، وعندي ووتر ميلون كده محطوطه كبيره كده، دي كده ووتر ميلون. طيب عايز اقول لك دي 2 كيلو جرامز، يبقى اللي فاضل بقى دلوقتي دول 2 كيلو جرامز. طيب لو دول 2 كيلو جرامز ودول كلهم 5 كيلو جرامز، يبقى الووتر ميلون دي اللي فاضله دي بكام؟ طبعا هتقول لي ب 3، عشان يبقى الميزان موزون بالظبط لازم يبقى هنا 5 وهنا 5. طب لو هنا 2 وهنا 5، يبقى ناقص لي مين الووتر ميلون عشان تكمل الوزن؟ هتبقى تبقى ب 3 كيلو جرامز. نفس اللي احنا قلناه دلوقتي ده هو اللي هنحل بيه قدام. طيب ازاي يا مستر؟ هنبص هنا كده. اكزامبل 1، ترانسليت ايتش اوف ذا فولوينج ستيتمنتس انتو ان ايكويشن. دلوقتي انا بعمل حاجه اسمها ترانسليت. يعني ايه ترانسليت؟ يعني بكتب له الحاجه بطريقه اللي هو ايه، زي بقول لك سيمبوليك اكسبريشن كده، اللي هو انت بتكتبها لي اكسبريشن عادي. يعني انا لحد دلوقتي لسه ما فيش جديد زي الليسون اللي فات، بيقول لي ذا سام اوف تو نمبرز اكس اند 7 از 10. هتقول لي يا مستر اهو اكس سام يعني مجموع، سام اكس بلس 7 ايكوال 10. طب يا مستر ايه الجديد؟ طب ما احنا عارفين. المرة دي بقى هبتدي اجيب الاكس بكام، بس مش من دلوقتي طبعا. هتقول لي يا مستر طبعا الاكس ايكوال 3 عشان 3 بلس 7 ايكوال 10. طبعا هناخد بقى ايه طريقة حلوة كده هنعرف نحل بيها كل الأسئلة، عشان طبعا هيجيب لي حاجات مختلفة. A number if subtracted from 9 the result is 2. احنا اتفقنا لما نشوف كلمة subtract اللي بيبقى بعد كلمة from هو اللي بيتكتب الأول، يعني subtracted from 9 يبقى نكتب ال 9. 9 subtract يعني minus. A number طالما قال لك a number دي يبقى أنت هتكتب له إيه؟ اي حرف يجي في دماغك. احنا طبعا الاكس هو اكتر حاجه بتيجي، فاحنا هنكتب اكس. يبقى 9 minus x the result is، يبقى equal، كلمه is معناها equal to. سهله؟ جميل. if 4 is subtracted from ايه بقى اللي بعد كلمه from اللي هو بيكتب الاول؟ يبقى 3 times of a number، 3 times of a number، فهنقول ان هو اسمه 3x. يبقى عندنا كده 3x. subtract يبقى minus، subtracted from ايه بقى اللي هو subtracted، ايه اللي هيبقى subtracted اللي هو ال 4. then the result is يبقى equal، ال result بكام بقى؟ 20. كل ده احنا بنترجم، يعني انت بتعمل translate بس، اللي هو انت بتترجم الكلام ده وبتكتبه بالsymbols. طيب if twice a number is subtracted from 11، from 11 يبقى بعد كلمة from يكتب الأول طالما subtract في subtraction بس، يعني 11 minus كام بقى؟ twice a number. طالما قالك twice a number يبقى هنكتب number ده اللي هو اي حاجه من المعنى اللي هي x، فنسميها 2x. طبعا انت عايز تكتب اي حرف مش غلط، يعني 2x. then the result is 5، يبقى الريزلت هتبقى equal 5. لحد دلوقتي في مشكله؟ لحد دلوقتي كله تمام، ماشي. لحد دلوقتي ما خدناش حاجه جديده. الجديد بقى من اول هنا، بيقول لي x plus 3 equal 9. دلوقتي انا عندي مهمه واحده بس كده لازم اعملها، عندي كده ميشن واحده لازم اخلصها. ايه هي؟ ان انا اخلي الاكس واقفه الحته واقفه في حته لوحدها. يعني ايه واقفه في حته لوحدها؟ يعني الاكس لازم تبقى في جنب لوحدها عشان اقدر اجيب هي بكام. طيب عايز اجيب الاكس لوحدها، الاكس جنبها ايه هنا بقى؟ هنا عندي اكس بلس 3. طالما بلس 3 يبقى انا عايز اخلص ال 3. طيب هنتفق اتفاق ان البلس الاوبوزيت بتاعه ماينس، الملتبلاي الاوبوزيت بتاعه ديفايد والعكس. يعني لو حبيت اقول لك الاوبوزيت بتاع الماينس هتقول لي بلس، الاوبوزيت بتاع الديفايد هيبقى ملتبلاي. نفس الطريقه هنا عندي بلس 3، عايز اخلص ال 3 دي، عايز اشيلها خالص، فهعمل ايه؟ هعمل ماينس 3.
يعني ايه ماينس 3؟ يعني هقول اكس بلس 3 ماينس 3 ايكوال، انا عملت ماينس 3 في الجنب ده لان ده ميزان دلوقتي، انا يعني الميزان ده يعني اللي هعمله في جنب هعمله في الثاني، يعني الجنب ده من الايكوال اللي هعمله فيه هعمله في الجنب ده برضه. طب الجنب ده عملت فيه ماينس 3، الجنب الثاني اعمل فيه ايه؟ 9 ماينس 3. طيب ايه اللي حصل بقى كده يا مستر؟ اللي حصل ان 3 و3 خلاص يبقى بلس 3 ماينس 3، كاني عملت حاجه؟ لا، كاني شلت 3 تاني، يبقى بزيرو. هيتبقى لي اكس، اكس واقفه لوحدها ايكوال، اكس ايكوال ايه بقى؟ 9 ماينس 3، يبقى الجنب ده بقى اسمه اكس، الجنب ده بقى اسمه ايه؟ 9 ماينس 3، 9 ماينس 3 ايكوال 6، يبقى الاكس ب 6. طب انا عايز اتاكد اجابتي صح ولا غلط، شيل الاكس وحط مكانها 6، 6 بلس 3 ايكوال 9، كده انا اجابتي مظبوطه. طيب يا مستر الطريقه دي صعبه شويه، طيب نجرب طريقه تاني برضه، هنعمل طريقتين وانت تختار اللي انت عايز تشتغل بيه، بس الصح اللي احنا بنشتغل بيه اللي هي دي، دي احسن طريقه، لو انت فهمت دي اشتغل بيها على طول. نمبر بي، x minus 5 equal 8، x minus 5 احنا اتفقنا عندنا ايه جنب الاكس؟ ماينس، عايز اشيله اعمل ايه؟ اعمل بلس. طيب ايه الطريقه الثانيه بقى؟ الطريقه الثانيه ان انا بشوف ايه اللي جنب الاكس وبحركه، يعني ايه بحركه؟ يعني مثلا عندي 5 هنا صح؟ بس دي بالماينس، فبوديها الناحيه الثانيه كده واعمل لها الثانيه بلس، يبقى انا بشوف الاكس، بشوف ال5 موجوده هنا بحركها الناحيه الثانيه واعمل لها بلس. طيب ال5 هتروح الناحيه الثانيه يبقى الاكس بقت واقفه لوحدها ايكوال 8، الاكس ال5 راحت هناك تبقى بلس 5 اللي هي ايكوال 5 بلس 8 اللي هي 30. صعبه؟ يعني اسهل يعني عادي، ممكن نكمل باي واحده فيهم مش مشكله، الاثنين صح، بس انا احسن الاحسن لي اللي هي اللي فوق، هي دي الطريقه المظبوط. يعني y بلس 19 ايكوال 25، مين اللي جنبها هنا؟ بلس 19، عايز اخلص البلس 19 دي عايز اشيلها بوديها الناحيه الثانيه، طب هي معموله بالبلس هوديها ماينس، طيب هيبقى لي واي، واي واقفه لوحدها، ده اللي انا عايز اعمله، عايز اخلي الحرف اللي عندي واقف لوحده اكس واي زد اي حاجه بقى، واي ايكوال 25 زي ما هي بس حصل لها ايه؟ ماينس، ماينس كام بقى؟ ماينس 19، هتحسبها على طول هتطلع معاك 6. جميل، اللي بعده 40 ايكوال 20، 40 احنا اللي خدناها من شويه لما قلت لك لما بيبقى عندي ملتبلاي ما بكتبش حاجه وبكتب الحرف اللي هو الليتر عندي بيبقى لازق في الايه؟ لازق في الرقم. طيب في الحاجه اللي زي دي هعمل ايه بقى؟ هبص عندي هلاقي 40، يعني ايه 40؟ يعني 4 ملتبلاي تي. طب انا لما قلت لك الملتبلاي عكسه ايه؟ الاوبوزيت بتاعه مين؟ اللي هو الديفايد، يبقى انا لما احب اخلص ال 4 دي اخلي التي واقفه لوحدها لا عم هعمل ايه بقى؟ ديفايد 4. طيب ازاي اعمل ديفايد 4 بقى؟ هقول اول حاجه 4 تي، انا اتفقت الديفايد ممكن اعمله اوفر، يعني ايه؟ يعني اعمل اوفر تحت كده، ماشي ثانيه 4 تي اوفر 4 كده انا عملت ديفايد ايكوال 20 اوفر 4 او ديفايد 4 هي هي دي زيها زي ما بكتب كلمه ديفايد 4. 40 اوفر 4 قلنا اتفقنا طالما 4 ديفايد 4 هتبقى ب 1 اللي هي معمول ملتبلاي 1 اللي هي تي هتبقى واقفه لوحدها، يبقى التي واقفه لوحدها ايكوال ايه بقى؟ 20 اوفر 4، 20 اوفر 4 يعني ايه؟ يعني 20 ديفايد 4، 20 ديفايد 4 احنا سهله خالص اللي هي 5. اللي بعدها 23 ايكوال ام ماينس 2، طب ليه يا مستر شكلها مختلف؟ ليه؟ الام مش موجوده في الاول، الام موجوده في الثاني في الجنب الثاني اللي انا مش متعود على شكلها كده. طيب لو انت مش متعود على شكلها كده اعدلها يا سيدي عادي، ايكوال يبقى عادي الايكوال هنا هو هنا، لو جبت الناحيه الثانيه مش مشكله. يعني ايه يا مستر برضو؟ يعني ممكن اكتب ام ماينس 2 ايكوال 23. ايوه يا مستر دي كده شكلها احنا متعودين عليها، في بتجي لنا زيها كتير، معلش ايكوال 23 دي شكلها بيجي لي كتير. انا عندي ايه هنا؟ ماينس 2، ماينس 2 وديها الناحيه الثانيه هتروح بالبوزيتيف، طالما ماينس عكسه بوزيتيف، طيب بوزيتيف هتبقى 2 هتروح هناك يبقى الام واقفه لوحدها بقى ايكوال كام دي؟ 23، 23 حصل لها ايه بقى؟ حصل لها بلس، يبقى بلس كام بقى؟ بلس 2، 23 بلس 2 اللي هي 25، يبقى الام ب 25. طبعا عايز تتاكد بتشيل الام وتكتب معانا 25 هتلاقي 25 ماينس 2 اللي هي 23، يبقى انت اجابتك مظبوطه. نكمل زد اوفر 7 ايكوال 5، طيب يعني ايه زد اوفر 7؟ يعني زد ديفايد 7، عشان كده انا بحب استخدم اوفر واحب اللي هو الرقم لما في الملتبلاي ما بكتبش علامه الملتبلاي عشان في السؤال مش هيجيبه لك مكتوب، يبقى زد اوفر 7 معناها ديفايد 7.
طب الديفايد عكسه، الديفايد عكسه مالتيبلاي. طيب مالتيبلاي يبقى زد اوفر 7، هنعمل مالتيبلاي 7. زد اوفر 7 مالتيبلاي 7 على طول هتبقى بكام؟ هتبقى بزد. ديفايد 7 باي 7 هتطلع ب 1. طيب وال 5 هعمل فيها ايه؟ هقول 5 باي 7. طيب كده بقى عندي 5 باي 7 هي الزد، يبقى الزد عباره عن ايه؟ 5 باي 7 اللي هي 35. تالي ليسون اسهل من اللي فات كمان. كمل. نفس السؤال بس هنا دي بقى ايه جايب لي شكلها مختلف، بس هي نفس السؤال اللي فات بالظبط يعني. 1 over 3 y هي y over 3. دي هي دي ما اختلفتش. طب لما يجي لي y over 3 دي معناها ان انا عندي ايه؟ عندي divide. يبقى الديفايد بخلصه ازاي؟ بعمل مالتيبلاي. طب هعمل مالتيبلاي كام بقى؟ انا عندي تحت 3 يبقى هعمل مالتيبلاي 3. طيب هتبقى الواي واقفه لوحدها ايكوال 12 هعملها مالتيبلاي 3 ايكوال 36. خلاص يبقى انا بلاقي عندي تحت في 3 يبقى انا عندي ديفايد 3. الديفايد اللي هو اللي تحت ده لما بيروح الناحيه الثانيه بيروح فوق بالمالتيبلاي. طب لو مالتيبلاي بيروح فوق بيروح الناحيه الثانيه بالديفايد بينزل تحت. خلاص عملت مالتيبلاي 3 في الناحيتين، الناحيه الاولى ال 3 اختفت فبقت واي بس، الناحيه الثانيه هنعمل مالتيبلاي 3 12 مالتيبلاي 3 ايكوال 36. يبقى كده خلص. اللي بعدها 3y بلس 2. هنا بقى يا مستر في حاجتين، ايه ده؟ ده في 3 لازقه في الواي يعني في مالتيبلاي وفي بلس 2. طب في حاجه زي دي انا هتصرف ازاي بقى؟ هقول لك انا بسهوله خالص. ال 2 بخلصها الاول، يعني انا بخلص البلس والماينس الاول بعد كده بخلص المالتيبلاي والديفايد. ايه اللي معمول عندي هنا؟ في مالتيبلاي وفي بلس، اخلص مين الاول؟ اخلص البلس الاول. يبقى انا عندي البلس هتصرف فيها الاول، هعمل ايه في البلس؟ هوديه الناحيه الثانيه بالماينس. طيب لما يروح الناحيه الثانيه بالماينس هتبقى 3y. ايه ده يا مستر ليه كاتب 3y؟ انا ما جتش جنب 3 لسه، انا وديت ال 2 الناحيه الثانيه، يعني عملت ماينس 2 الاول. طيب ماينس 2 الاول يعني وديت ال 2 الناحيه الثانيه، عايز تستخدم دي ماشي، استخدم دي ماشي. لما دي تروح الناحيه الثانيه هتبقى في الاذر سايد هتبقى 20 ماينس 2 اللي هي بكام؟ ايكوال 18. كده خلاص انا جبت 3y ايكوال 18. كانها سؤال جديد بقى. 3y ايكوال 18. لما تجي لك 3y equal 18 يا مستر هنا عندي multiply. ال opposite of multiply is divide. يبقى هعمل divide 3 في الناحيتين. في ال left side هعمل 3y over y هتبقى by 18 over 3. لما اعمل divide 3 في الاولى ال 3 هتروح، لما اعمل divide 3 في الثانيه 18 divide 3 سهله خالص هتبقى ب 6. هي دي اصعب حاجه بقى ممكن تيجي لك في الدنيا بقى، اللي هو لما يجيبها لك ايه فيها مالتيبلاي فيها بلس، بخلص البلس الاول بودي الناحيه الثانيه بالماينس، وتاني حاجه بخلصها اللي هي المالتيبلاي بعملها ديفايد وخلصت على كده. 1 over 6 زد بلس 4 ايكوال 10. اخلص مين الاول؟ برافو. بلس هعمله ماينس هتبقى 1 over 6 زد او زد over 6 بقى على طول، هخلي شكلها اللي انا حافظه 1 over 6 زد هي 6 over زد over 6 ايكوال 10 هعملها ماينس 4. 10 ماينس 4 ايكوال 6. يبقى زد اوفر 6 ايكوال 6. طيب ايه اللي هعمله تاني بقى؟ عايز اخلص الزد، عايز اخلص ال 6. فهعمل مالتيبلاي. لما اعمل مالتيبلاي 6 الزد هتبقى واقفه لوحدها بقى، فيبقى زد ايكوال هنعمل الناحيه الثانيه 6 باي 6 بقى. 6 باي 6 اللي هي على طول بكام؟ اللي هي ب 36. تمام؟ نكمل. Question number 3. Find the number which if added to 5 the sum is 12. يعني ايه find a number؟ The number دي هنسميه x مثلا عشان تبقى شبه اللي احنا بنحله. x. If added to 5 يعني ايه؟ يعني اعمل لها بلس 5. x plus 5 على طول the sum is يبقى equal 12. يبقى ايه النمبر اللي عملت له plus 5 يديني 12؟ بنفس طريقه الايكويشن هودي ال 5 الناحيه الثانيه هتروح بالماينس. يبقى هعمل x لوحدها equal 12 minus 5 اللي هي بكام بقى على طول؟ 7. يبقى كده جبت الاكس ب 7، هو ده الانسر. اللي بعدها find the number اللي هو هنسميه ايه؟ x مثلا.
which if subtracted from 34, subtracted from 34 يبقى 34 هي الكبيرة دي بقى اختلفت شوية minus x اللي احنا النمبر اللي عندنا equal 14. طب انا محتاج اجيب x، x هنا بقى هو النمبر الصغير فمش هيعرف اودي بقى ال 34 الناحية التانية والكلام ده، فانا بدماغي كده على طول النمبر لو شلته من ال 34 يديني 14، هحتاج اجيبه ازاي؟ فاكر لما كنت بقول لك لو الاكس هي النمبر الصغير بعمل ايه؟ لو الاكس هي النمبر الصغير في السبتراكشن بعمل سبتراكت النمبر الكبير ماينس الصغير. هتطلع بكام؟ هتطلع ب 12. بس يبقى هو ده الاكس، دي اللي هي الاكس. اكس ايكوال 20. Find the number which if 7 subtracted from it دي اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الاكس، النمبر اللي احنا هنجيبه اللي هو بأي حرف يعني انت عايزه. فهنقول ان الاكس ماينس 7 ايكوال كام؟ 1. هودي مين الناحيه الثانيه؟ ال 7 هتروح بالبلس. لما اودي 7 بالبلس الناحيه الثانيه يبقى الاكس لوحدها ايكوال كام بقى؟ 1 بلس 7. 1 بلس 7 ايكوال 8. Find the number which if multiplied by 4 the product is 28. عايزين النمبر اللي لو اتعمل multiply 4، يعني ايه multiply 4؟ يعني 4x مثلا لو النمبر اسمه x. The product يعني الناتج البرودكت equal 28. ايه النمبر اللي لو اتعمل by 4 هيديني 28؟ هحتاج اعمل divide 4، هودي ال 4 الناحيه الثانيه بالديفايد يبقى x equal 28 over 4 اللي هي بكام على طول؟ 24 over 28 over 4 اللي هي ب 7. اللي بعدها بقى بس اللي بعدها مختلفه برضه سنه. Find the number which if divided by 2 يعني النمبر لو اتعمل divide 2 الكوشنت هيبقى 16. يبقى هنعمل ايه؟ مين اللي هيبقى فوق بقى؟ Find the number which if divided by 2 يبقى x over 2 equal 16. هحتاج اعمل ايه لل2 دي؟ اللي تحت دي 2 مش زدها. طيب لو اللي تحت ده 2 هعمل ايه؟ هحتاج اعمل مالتيبلاي 2 او احرك دي الناحيه الثانيه بالمالتيبلاي. يبقى هعمل مالتيبلاي 2 يبقى الاكس نعمل فصل برضو كده اكس ايكوال مين اللي مالتيبلاي 2 بقى؟ 16. يبقى 16 باي 2 اللي هي 32. تمام؟ اخر واحده. Find the number which if 42 divided by 8 يعني ايه divided by 8؟ يعني مين اللي تحت؟ اللي هو الاكس اللي هو النمبر اللي عندي. يبقى 42 over x equal الكوشنت اللي هو الانسر يعني هتبقى ب 6. النمبر اللي عملت 42 divided هيديني 6، يبقى 42 divide كام؟ يبقى الاكس لازم تبقى ب 42 divide 6 اللي هي 7. تمام؟ كده احنا خلصنا الليسون الثاني برضو ليسون الايكويشن خلاص. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي في يونت 4 بقى. كده يونت 2 خلاص خلصت، الكونستنت والفاريبل والايكويشن كده دول كانوا اخر حاجه. هيبقى فاضل لنا بس كده اليونت 4 اللي هي السيمتريكال فيجرز، هناخدها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.